بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أعرف ليش هذا قاعد يقطع التلفزيون البصرة. اليوم 27 سبتمبر أو 9 2021. عموما اليوم موضوعنا هو يهود العراق. بما أنه رأت القيادة، هناك طبعا بعض القيادات رأت أنه هذا الوقت هو المناسب لعودة اليهود إلى العراق، فأكو شباب وأكو ناس لحد الآن ما يعرفون شنو علاقة اليهود بالعراق. طبعا ما اعرف هاي شنو اللي صار بهذا، ممكن النت وتخلونا شويه حتى نجرب طريقه اخرى. عموما نشوف شنو صار. الواي فاي مغلق وصبرونا شوية يعني إذا ماكو زحمة، لأنه القناة الأخرى مغلقة. إن شاء الله راح نبدأ البث بعدهم، سيبدأ البث المباشر. دين ننتظر. اي نعم، هنا واضح، بس بالنسبة لقناة البصرة ما قاعد يبدي بيها البث. خلي نشوف شنو الإشكال حتى نبدي نتحدث، لأنه أنتم تعرفون كما قلنا يعني في السابق أن يهود العراق من المؤمل أن يعودون، يعني سواء هذه السنة أو السنة القادمة، حتى نفهم البعض اللي أما يكون غريب عن العراق ما حاجي لأهله عن اليهود العراقيين. وطبعا نتحدث حتى تكون عندكم فكرة ويكون عند خاصة الشباب، يعني اللي ما ملحقين حتى من يجون ويعيشون بالعراق يعرفون شلون يتفاعلون وياهم، شلون يعني مثل ما كنا قبل، وكانوا طبعا من أفضل الجيران، يعني كانوا جيران جدا رائعين متعاونين، حتى بالنسبة لتجارهم ما عندهم تكبر، ما عندهم أي شيء، كانوا يبيعون حتى السلع برخص. وأيضا هنالك حادث يعني أنا يجب أن أذكره، يعني عندنا مثلا بالبصرة ساحة اسمها أم البروم. هذه الساحة سميت أم البروم لأنه في زمن ما في بداية في 1800، يعني في هذا العام 100 سنة ديك، مرت مجاعة على أهل البصرة، فكانوا اليهود من ضمن التجار اللي طلعوا يسمون القدر الكبير يسمونه برم، وطلعوا أكل للناس، وهذه كانت حديقة البلدية فيما مضى، سميت بأم البروم، ساحة أم البروم، لأنه امتلأت ذاك الوقت بالبروم أو القدور الكبيرة اللي تحوي
الرز للناس، ما كانوا يفكرون انه هذول مسلمين، هذول صابئه، هذول لا، كانوا يعتبروهم عراقيين. وكل العالم يعني كل الناس اللي عايشه ما تتحدث بانه فلان هذا والله جيراننا صابئي، او جيراننا يهودي، او جيراننا مسلم، او جيراننا مسلم. ما كنا نعرف يعني، حتى الطالب اللي كان قاعد وياي بالرحلة ما نعرف انه هذا مسلم، هذا مسيحي، هذا مثلا شيعي سني، هاي شغلات جتنا حديثة يعني. ولهذا نقول يهود العراق هم ابناء الجالية اليهودية في مدينة بابل، الذين عاشوا في وادي الرافدين منذ القدم، والذين هاجر اغلبهم من العراق سنة 48 1948. هاي الدرون إن شاء الله، إن شاء الله جايت لهم. وصدرت أملاكهم وأموالهم فيما بعد، وأسقطت عنهم الجنسية العراقية. طبعا في ذلك الوقت كانت بريطانيا هي المسيطرة، فكانت كل يعني القرارات السياسية تتخذ في الأقبية الظلماء، يعني احنا الشعب ما له علاقة يعني. فحتى لحد يقول مثلا هذا سبب الشعب او سبب العراقيين هم اللي اصدروا، لا، كان الحكم للعراقيين، حتى الملك كان من الحجاز، وايضا الحكومة بادارة بريطانية، وايضا العراقيين لا دخل لهم في هذا. يعني لما صدرت أملاكهم وأموالهم فهذا قرار حتى يروحون إلى إسرائيل. بينما يرى البعض الآخر أن إعلان قيام دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية الرامية لتعمير الكيان الجديد بأكبر قدر ممكن من السكان، طبعا أنا أنقل عن الويكيبيديا، هذا طبعا أنا دائما أقول أنه الموضوع اللي أقرأه منقول، يعني أنا لا أتحمل مسؤوليته، إنما أوضح الأشياء اللي تجي بي. الرامي إلى تعمير الكيان الجديد بأكبر قدر ممكن من السكان، لهذا كان له الدور الحاسم في مخطط تهجيرهم، كما وقع مع العديد من يهود دول العالم العربي والإسلامي، ومنها قيام جواسيس يهود بتفجير دور العبادة اليهودية والرموز الحيوية لليهودية في العراق، قصد إجبارهم على الرحيل نحو إسرائيل. كان اليهود يشكلون 2.6% من مجموع سكان العراق في 1947، وانخفضت نسبتهم إلى حوالي 1.1% من سكان العراق عام 51. في تاريخ العراق المعاصر كانت الغالبية العظمى من يهود العراق تسكن المدن، وكانت فئة قليلة منهم تسكن الريف، وتركزت في ريف شمال العراق. سكن هؤلاء اليهود بشكل أساسي في المدن الرئيسية مثل بغداد، البصرة، الموصل، لكن كان لليهود وجود رئيسي في العديد من المدن الأخرى مثل السليمانية والحلة والناصرية والعمارة والديوانية والعزير والكفل أو الكفل وأربيل وتكريت، وحتى النجف التي احتوت على حي لليهود سمي بعقد اليهود، وحي آخر في الساحل الأيمن من الموصل يسمى بمحلة اليهود، سوق اليهود، وغيرها من المدن. وساهم هؤلاء اليهود في بناء العراق، حيث كان أول وزير مالية في الحكومة العراقية عام 1921 يهوديا ويدعى ساسون حسقيل، معروف للجميع. المطربة سليمة مراد، عفاديا يوسف حاخام اليهود الشرقيين في إسرائيل، والزعيم الروحي لحزب شاس لليهود الأرثوذكس، وهو من مواليد 1920 البصرة في العراق. هؤلاء شخصيات يعني، المطربة سليمة مراد، عفاديا يوسف حاخام اليهود، عندك رينيه دنكور أو دنقور
أول يعني ريناه كانت أول ملكة جمال في تاريخ العراق عام 47 بنيامين بن إليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إسحاق مردخاي وزير دفاع إسرائيل سابقا، مناحيل دانيال كان عضو في مجلس الأعيان في العهد الملكي وتوفى عام 1940، وابنه عزرا مناحيل عين كذلك عضو في مجلس الأعيان. الأستاذ مير بصري كان مشهورا في علوم الاقتصاد وألف كتبا عديدة منها كتاب مباحث في الاقتصاد والمجتمع العراقي. الكاتب المعادي للصهيوني نعيم جلعادي، وأيضا نعيم دنكور رجل أعمال عراقي منحته الملكة إليزابيث لقب سير لأنشطته الخيرية والثقافية. طبعا النعيم، على ذكر النعيم دنكور، أنا عندي في على صفحتي في فيسبوك صور لحياة اليهود كلها بالعراق. أيضا نعيم دنكور، حتى أنا زوجته هي رينيه دنكور كانت ملكة جمال، لونت لها الكثير من الصور. نعيم دنكور كان صاحب معمل كوكاكولا بالعراق. هذا الرجل بالذات أيام حصار العراق كان يبعث فلوس حتى يساعد العراقيين. هذا العراقي احنا بنتحدث عليه، نقول نعيم دنكور العراقي، يعني الثمانينات التسعينات أيام الحصار كان يود فلوس للشعب العراقي، وكانت أكو ناس هنا يهود هم اللي يسلمون. أنور شاول أديب وشاعر محامي. نعيم قطان كاتب روائي وباحث وناقد كندي جنسية من أصول عراقية يهودية. سمير نقاش كاتب وكاتب مسرحي كتب حصرا بالعربية. سامي ميخائيل شيوعي عراقي كاتب ومترجم. المشهورون في مجال الموسيقى والسينما من العراقيين اليهود الذين اشتهروا في مجال الموسيقى بعضهم وليس جميعهم، الفنانة سليمة مراد أو سليمة باشا، وهي أول امرأة تحصل على لقب باشا. الموسيقار صالح يعقوب عزرة أو كما هو مشهور صالح الكويتي، وهو من كبار الموسيقيين العراقيين. الموسيقار داود يعقوب عزرة أو كما هو مشهور داود الكويتي، أخو الموسيقار صالح يعقوب، وهو من كبار الموسيقيين العراقيين. عزوري العواد وهو العازف على آلة العود وموسيقي مشهور. ساسون الكمنجاتي توفي في وسط أربعينات القرن الماضي. يوسف زعرور الكبير عازف القانون. يوسف زعرور الصغير ابن عم يوسف زعرور الكبير. حوكي بتو عازف السنطور الذي ولد في القرن التاسع عشر وتوفي في بداية الثلاثينيات. يهودا شماش عازف إيقاع. سليم شبش قارئ المقام العراقي. يوسف حوريش قارئ مقام عراقي. حسقيل قصاب قارئ مقام. سليم النور ملحن. سلمان موشي الخبير بالمقام العراقي. يعقوب العماري عازف ناي وقارئ مقام. نجاة العراقية التي توفيت في إسرائيل 1989. فلفل كورجي، تعرفونه فلفل كورجي، معروف قارئ مقام معروف. البير الياس عازف على آلة الناي، موسيقي معروف ولديه ألحان كثيرة. كذلك استوديو بغداد السينمائي تم تأسيسه عام 48 من قبل التجار اليهود الأغنياء، وأنتج أفلام ناجحة منها عالية وعصام وليلة في العراق، وكان ملحق به استوديو هاماز مختبر لتظهير الأفلام التي يصورها. الهجرة والتهجير. تعرض اليهود في العراق إلى عملية قتل ونهب للممتلكات، وعرفت هذه العمليات باسم الفرهود، حيث قتل فيها العديد من اليهود ونهبت ممتلكاتهم. طبعا هاي كان وراها في بداية الأربعينات، هاي كان وراها ناس لأمور سياسية للضغط على اليهود حتى يطلعون من العراق. وبعد قيام دولة إسرائيل عام 48 زادت الحكومة ضغوطها باتجاه اليهود العراقيين. في البداية لم تكن الهجرة خيارا واضحا في عموم يهود العراق،
حيث كان التيار السائد بينهم هو تيار لا يوافق الصهيونية، وتعرضت عدة دور عبادة يهودية في بغداد للتفجير، مما أثار حالة من الهلع بين أبناء الطائفة والتي اتهم بها لاحقا ناشطون صهاينة لتشجيع الهجرة من العراق. في البداية لم تسمح الحكومة العراقية لليهود بالسفر، لكن لاحقا أصدرت آنذاك قرار يسمح لليهود بالسفر بشرط إسقاط الجنسية العراقية عن المهاجرين منهم، وهذا طبعا بطلب من بريطانيا، لأنه الحكومة أنتم تعرفون الملكية بالعراق هي كانت تابعة للتاج البريطاني. وقد هاجرت غالبية الطائفة من العراق إلى العامين 49 و50 في عملية سميت عملية عزرة ونحمية، إلى أن تم إغلاق باب الهجرة أمامهم. وقد كان في بداية 50 حوالي 15,000 يهودي بقى في العراق من أصل حوالي 135,000 نسمة عام 1948. وعند وصول عبد الكريم قاسم للسلطة رفع القيود على اليهود المتبقين في العراق، وقد بدأت وضعيتهم تتحسن وأخذت الأمور تعود إلى طبيعتها. لكن انقلاب حزب البعث والسلام للسلطة عاد الاضطهاد والقيود عليهم في عام 69. أعدم عدد من التجار معظمهم من اليهود بتهمة التجسس لإسرائيل، مما أدى إلى تسارع حملة الهجرة من البقية الباقية من يهود العراق، والتي شهدتها أو شهدت ذروتها في بداية السبعينات. وعند الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 كان مجموعة اليهود المتبقين في العراق أقل من 100 شخص، معظمهم إن لم يكن كلهم في بغداد، والغالبية العظمى منهم من كبار السن والعجزة. أما التوزع الحالي ليهود العراق فهو كالتالي: 450,000 يهودي في إسرائيل، 15,000 في أمريكا، 6,500 في الولايات المتحدة. يهود العراق هؤلاء اللي طبعا أكثر العراقيين اللي ما يعرفونهم، لأنه هؤلاء هم أقدم العراقيين الموجودين حاليا. يعني أنت لما تلاحظ أنه ذولي ضاربين في العمق، يعني عمق التاريخ 2500 سنة قبل الميلاد هم موجودين بالعراق. يعني معظم العراقيين الحاليين هسه موجودين، معظم مو الجميع، هؤلاء أتوا من نجد والحجاز واليمن. لما أنت تقول والله أنا ما أريد يرجعون اليهود أو ما أعرف إيش أو عندي فد، تعرف أن هؤلاء هم أهل البلد. الآن هنالك يعني أعيدت الجنسية لمعظم اليهود اللي إن شاء الله راح يرجعون، لكن أيضا هنالك غصة وجرح. هذا الجرح وهذه الغصة هي حول عودتهم، لأنه حتى عودتهم راح تكون سياسية. أكو ناس راح تنتهز الفرصة، و يعني هنالك بعض الأخبار اللي تقول أنه لازم تطبع. إحنا بالنسبة إن يعني أنا بالنسبة إلي شخصيا، يعني ما لي علاقة الناس اللي ترضى بالتطبيع ما ترضى بالتطبيع، هي مو شغلة تطبيع. إحنا نريد سلام. إحنا ليش مثلا نتجي إلى هذا التسمية تطبيع؟ ليش تطبيع؟ هاي العالم كلها طبعت لأنهم مو مثلا متكافئين. إحنا دولة متكافئة ويا إسرائيل. يعني هسا هم بالنسبة لهم إذا قوة، إذا مثلا حضارة، إذا شيء، إحنا أعمق بالحضارة وإحنا أقوى من ناحية. أما إحنا بالنسبة إلي أنا شخصيا السلام مو مشكلة، مد إيد السلام، لكن لا تنتهزون الفرصة وتسوونها تطبيع وبعدين تحملونا عقبات وتحملونا يعني عقوبات أو تعويضات عن سنوات الـ يعني التهجير. إحنا ما إن
لا إن ذنب ولا الشعب إلى ذنب. أنت راح يعني تجون للعراق من مصدر قوة، لأنه يعني عندنا ضعف، وعندنا اليوم الحكومات العراقية المتعاقبة من 2003 لحد الآن هي يعني متنازلة تماما لإسرائيل. هؤلاء كلهم الآن حتى هذا الكاظمي، هذا يعني من قاعة، الرجال متنازل لإسرائيل، وهسه تعالوا أخذوها عادي، يقعد يقول لك أنا والله حتى لو يخلوني أصير، بس إحنا ما نقبل، ولا اليهود العراقيين يقبلون، لأن يعني اليهود العراقيين أخلاقهم ما تسمح لهم أنه يذلون العراقيين أكثر مما إحنا مذلولين حاليا من وراء إيران اللي هي تضغط من وراء إسرائيل. يعني إسرائيل هي اللي تدفع في إيران حتى تضغط علينا حتى نوافق. إحنا بالنسبة لنا يهود العراق هم أهل البلد، هم أهلنا، إحنا عشنا وياهم، وأنا رجل كبير يعني ملاحق عليهم، أما ذول الشباب ملاحق، لكن أهلنا حتى القصص هذه اللي تأتينا أهلنا عاشوا وياهم عيشة يعني ما شاء الله. اليهود العراقيين كما ذكرنا إحنا يرفضون رفضا قاطعا بالنسبة للشغلة الصهيونية وما صهيوني، لأن هؤلاء عراقيين أصلاء، مو البارحة إجوا، مو إجوا مثلا مع الهجرة العربية، أو يجون كل احترام، إحنا نحترمهم كأهلنا. يعني إحنا حاليا نحب نتواصل مع يهود العراق، ليش؟ لأن دول ربعنا وأهلنا، وهم اللي يعرفون بتراث العراق أصلا، هم موجودين حاليا بإسرائيل. شوف كل تجمعاتهم لما يتجمعون بالبيوت، أغانيهم، أكلاتهم، الشاي العراقي المهيل، يعني تلقى عندهم حتى محتفظين بنوع القوري، بنوع ما أعرف إيش، يعني أبد هؤلاء متأصلين. ليش؟ مو سنة وسنتين، يعني أنت جيت حجرتهم. احنا مثلا هسه بالنسبة لي من طلعت من العراق، انا طلعت من العراق بالسبعينات، بداية السبعينات طلعت للعمل، يعني العمل خارج العراق، حتى هذه رغم انه انا طالع للعمل، لكن غصة انه انت والله تطلع من بلدك، هذه انت لازم تحس بيها يا عراقيين، حسوا بيها ان ذول الناس مهجرين غصبا عليهم. من يرجع فلازم يلاقيك انت معبس بوجهه وكأنما انت مسوى عليه فضل، لا بالعكس هو اللي مسوى عليك فضل، لانه اكو ناس يريد يستغلون هذا، اكو ناس يريد يستغلون حاليا السطوة. الان احنا تحت سطوة وتحت ضغط الولايات المتحدة الامريكية، الصهيونية العالمية، بريطانيا، ايران، هاي كلها تضغط في هذا الاتجاه. ولذلك هذا حتى التنظيم مال المؤتمر هذا اللي حتى مال التطبيع، احنا لحد الان ما نفهم شنو القصد من هذا. يعني لحد الان الناس تقول لك ليش، يعني ليش بهالوقت؟ وبعدين يطلع مثلا يطلع شو اسمه، انا مخلي الفيديو مالي على الفيسبوك حاليا، هو رئيس الطائفة اليهودية، ويقول لك انه رسالة الى العراقيين، انا رجل ولدت كذا ما اعرف ايش، احنا نعرف، احنا كل زين نعرف انه اليهود يهودنا، يعني اهلنا مو غريبين، ما حد يجي يعرفنا، احنا نعرف، لكن ايضا اعرف انه احنا ما ان دخل في اي شيء، احنا شعب مغلوب على امره، احنا شعب جيء بهذه الشخوص اللي قاعد تحكمنا باوامر، لما يعني ما أنه يعني دخل
تغيير بفلان ما فلان ولا قبل ما كان لنا. وتعرفون أنتم وضع الناس، كانت الناس فقر أيام الملكية والناس قلائل الناس الأغنياء، وكان اليهود من ضمن الناس اللي أكثرهم يعني أغنياء، بينما الباقين هم مثل هم ناس فقراء. يعني ما كان إنه يعني قرار، مو إحنا أهل القرار حتى نتخذ قرار بالتهجير، فإحنا يعني وياكم راجعين للبلد حياكم الله، أهلنا وعلى عيننا وعلى رأسنا. بالنسبة إنا إحنا نقول لكم هذا بلدكم وإحنا ضيوف عندكم، تجون أهلا وسهلا. إحنا بالنسبة إنا فترة الضغوط هذه اللي مرت علينا، يعني فترة الضغوط هذه اللي مرت علينا يعني جعلتنا نراجع الكثير من القضايا. إحنا قابل صح كنا شوية رافعين خشمنا وما أعرف إيش، لكن الضغوط اللي إجت علينا الآن نقدر نتعايش مع كل العالم، ما عدنا أي مانع، لأنه فرض علينا أكو ناس أعدائنا تعايشنا وياهم. يعني هم الإيرانيين من أكثر أعداء العراقيين، إجوا لا وإجوا بسطوة، بحيث أنه حدود ما يحترموها، حدود ما يحترموها، يجوك بالآلاف يعبرون الحدود. ليش؟ يقول لك هي ولاية تبعنا، وإحنا نعرف بما يجي يهود العراق إن شاء الله تنحل مشاكل العراق، لأنه أنتوا أيضا اللي راح يجيبكم هو قرار سياسي، ونعرف أن وراء قرار السياسي هذا راح تشكل حكومة، ومنكم راح تكون أغلبية أيضا في الحكومة لقيادتها، قيادة حقا عراقية يعني تخدم العراقي تخدم له. لكن هلا هلا بالعراقيين، لأنه إحنا تعبنا، شعبنا تعب، أطفالنا مو مثل أطفال العالم، لا عندهم ألعاب مثل الأوادم، لا عندهم أكل مثل الأوادم، لا. فإحنا هذا حالنا، يعني أنتوا تركتونا فقرة، رجعتوا لقيتونا فقرة، نفس الشيء لقيتونا أنقص قبل من قبل. فنقولكم يعني باسم كل العراقيين اللي يوافقون، انا ما اجبر الناس كلها على انه تمشي مع امري، لا، اللي يوافقون كلامي هذا نقولكم كل احنا نقول احنا وياكم، ويا حي الله اللي جاي، واهلا وسهلا بكم، وهذه بلدكم مثل ما هي بلدنا. شكرا جزيلا اعزائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.